اكبر مضارب جديده. اتفضل شيخ. ماشي ماشي. متابعينا الاعزاء متابعي المدرجين في كل مكان، برحب بحضراتكم في لايف جديد وتغطيه جديده من داخل محافظه الدهليه. اول تجربه لزراعه الرز البسمتي داخل محافظه الدهليه هنا في قريه الربع التابعه لمركز تمي الامديد بمحافظه الدهليه، وزي ما احنا شايفين مع حضراتكم متواجد معانا يعني طبعا البحوث، طبعا هيئه البحوث وهندسه الري. طبعا هناخد فكره عن الرز البسمتي واول زراعه ليه هنا في طبعا اراضي محافظه الدهليه، والحقيقه مزايا عديده جدا من حيث الكثافه الانتاجيه، من حيث يعني قله استخدامه او استعماله للمياه يمكن ثلثه كمان مش نفس كميه الاسمده اللي بيستهلكها الرز البلدي. هنحاول طبعا ان احنا نعمل مقارنه ما بين زراعه الرز البسمتي وبين زراعه الرز البلدي المصري اللي كل اهالينا بيزرعوه في كل مكان، مش داخل بس الدقهلية، داخل مصر كلها. في أول تجربة هنا هنعرف المزايا وكيفية توفير طبعا التقاوي، وطبعا هنا داخل محافظة الدقهلية. السلام عليكم. هنبدأ مع حضرتك يا باشمهندسة، برحب بيكي. الباشمهندسة سمر، غنية عن التعريف مجهوداتك في المنطقة يعني تغيى الحقيقة. كلمينا بقى عن الرز البسمتي، ويمكن احنا هنا بالمصادفة على آخرة على اخر او في اواخر ترعه الشون العليا، مش ده العليا، وبتبقى يمكن ضغط المياه بسيط، فازاي رز بسمتي واول تجربه لي مع ضغط مياه او مياه بسيطه؟ كلمينا بقى عن الموضوع. معروف ان الرز من المحاصيل الشرهه للمياه، يعني بيستخدم كميات كبيره جدا من المياه. يمكن الدوله مركزه مع زراعه الرز عشان مصر بتعاني من عجز مائي او فقر مائي. النهارده معانا البحوث الزراعيه بتاكد ان الرز البسمتي ده استغل كميات ميه اقل بكتير من كميه الميه بتاعت الرز العادي. وطبعا النهارده كون دي اول تجربه للرز البسمتي تصدر في قريه الربع مركز تمي الامديد، دايما مركز تمي الامديد سباق بالحاجات الحلوه الجميله اللي بتفرحنا جميعا. متعاون معانا جدا ما شاء الله عليه، كل مشاكل الميه كان في تواصل مستمر. شايفين يا باشمهندسه السنبله بتاعه الرز عامله ازاي ما شاء الله؟ فلاحين متميزين في تمي الامديد. ده حقيقي، يعني على الرغم ان هي لسه تجربه جديده. لان اللي يشوف الارض النهارده والمحصول ما شاء الله يقول مش لاول مره او اول تجربه. ما شاء الله. وكاننا معتدين على زراعته. ما شاء الله، ما شاء الله، هي تجربه جميله بصراحه. انا سعيده بالمنظر اللي انا شايفاه طبعا. كلنا اولا كستات بيوت عارفين ان احنا قاعدين نستهلك كميات رهيبه من الرز البسمتي في المناسبات، حتى يمكن في الايام العاديه. طبعا توجهنا كلنا دلوقتي للرز البسمتي اللي دلوقتي سعره يعني بياخد على 100 و100 وي كمان. ده حقيقي. يعني مش عايزه اقول اقل حاجه منه دلوقتي، المستوى اللي نقول في متناول الجميع او الرز الاقتصادي ب 80 و90 جنيه في حين الرز العادي ب 20 جنيه. فبصراحه ما شاء الله انا سعيده جدا بالمنظر بتاع الرز بالانتاجيه. نتمنى ان التجربه تعم ويكون في مساحات مزروعه من الرز البسمتي اكتر من يمكن الدوره الزراعيه. في الدوره الزراعيه وهي بتحط الدوره تحطي مساحات لرز البسمتي زي مساحات الرز العادي اللي بتحطها زي الزراعات الموسميه الثانيه. الرز المصري او العادي طبعا ما شاء الله ده له قيمه اقتصاديه عاليه على ما اعتقد انه هيوفر عمله صعبه كتير، لاننا بنستورد يعني مش عاوز اقول، انا قريتها مره من سنتين او سنه ونص ان احنا بنستورد ما يقرب من 150 الف طن رز بسمتي. احنا ما نزرعه الحمد لله وفرنا العمله الصعبه للبلد، ده بخلاف الانتاجيه الغير مسبوقه. بصراحه انا سعيده بالمنظر جدا. احنا هنحاول برضو ان احنا نسال صاحب الارض وطبعا هيئه البحوث كميه السماد اللي بيستخدمه، كيفيه التاقلم مع قله المياه وكل الظروف البيئيه الموجوده. والحمد لله مركز تمي ما عندناش مشاكل مياه السنه دي بفضل الله، وطبعا حضرتك تسمعي منهم جميعا اكيد. ما انا عارفه ان في نظام المنوبات ده بيغطي المنطقه كلها ما شاء الله، المياه موجوده في كل مكان، ما فيش فرق بين اول الترعه واخرها، لكن يعني هنقول برضو ان هو بيستهلك كميه مياه اقل كتير. ده حسب افاده البحوث لحد دلوقتي. وطبعا لو اكدنا على التجربه دي اتمنى انها تقوم في المنطقه ان شاء الله. نتمنى ذلك. يعني مش عايز اقول لحضرتك احنا متواصلين مع المنطقه دي من اصعب الاماكن اللي بتعاني في مركز تمي الامديد، هي منطقه الربع سواء من الشون العليا او الشون السفلى. هو ده قصدي على فكره يا دكتور. يعني فعلا بجد ينجح الرز البسمتي في المكان ده معناه مجهود مبذول من الفلاحين، من الناس المحترمه بتوع تمي الامديد.
بجد. وبصراحة أنا سعيدة بشغلي معاك. إحنا سعداء بالقعدة مع حضرتك يا باشمهندسة. تسلمي ربنا يحفظك. باشمهندسة سمر غنية عن التعريف في الحقيقة. تسلمي ربنا يحفظك. أشكرك جدا. شكرا لحضرتك. أنا مش صغير يعني. أنا بنهولة. أنا بقول لك التقاوم تيجي من الحكومة. أنا بتكلم معاك في النقطة. إن الخزان البريمة بتاعت الكومباين ماشي ماشي بيطلع من عندك واللي فيها في حدود من 30 او 35 كيلو جرام. تمام. نعم. هو جاي لي من طلب من عند محمود نزل عند محمد. البريمه فيها اصناف ممكن يكون فيها غلط ماشي. فيها ماشي. وارد وارد. الحبايه الغريبه لو فرطت ماشي. في الارض تاني سنه بتطلع. مش معنى ان انا جبت تقوم البحوث النهارده بالجوده العاليه بتاعتها واجي تلاقي الارض غريبه احنا مع احترامنا احنا واقفين قبال الارض ماشي. في صدر عالم التاني. هل هو ده من التاوي؟ لا في الارض ممكن تبات الحبه في الارض دي نمرة ماشي 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 نمرة 2 بالنسبه للري سمعك وزير الري بتاعتنا باشمهندس سمر من الناس باشمهندس ايه اتعرفنا بحضرتك معلش محمود علي استاذ دكتور محمود علي عوض مدير محطه بحوث زراعيه تاج العز مرحب بحضرتك يا فندم اهلا وسهلا اول تجربه هنا تقريبا داخل هنقول مركز سمال امديد ومحافظه الدقهليه عن الرز البسمتي والناس مستغربه الموضوع ازاي انا ممكن اسهل او اقول مزايا من الاخر زراعته والمزايا الموجوده فيه او الفرق بينه وبين رز تاني علشان اشجع الفلاح ان هو في السنين الجايه ان هو يبدا يزرع رز البسمتي وتنتشر الفكره وزراعه اكتر من كده هو احنا بنتكلم مع الاهالي هنا مع الرئيس اللي احنا بنتكلم الهدف الاساسي ان كان رز البسمتي زياده الانتاج هو عشان الاهالي بيتكلموا ان هم في نهايه الترع هيتحمل جفاف لا احنا كان الهدف الاساسي ان انا هزود انتاج في اصناف ثانيه في اصناف تتحمل ملوحه في اصناف بتتحمل الجفاف العمليه اللي النهارده مش واقفه على البسمتي البسمتي انتاجه عالي بس مشكلته في الضرب عايز عشان طول الحبه عايز مضارب معينه تعمل تقشير ما يحصلش تكسير وفي النهايه يبقى انا عندي فقد في الانتاجيه بالنسبه له وقلت العائد من الانتاج. انا بتكلم مع اهلنا النهارده في وجود الرئيس المزارع الصغير والمراكز الارشاديه في تكثيف جامد من مركز البحوث على المراكز والقرى والجمعيات اي مشاكل البحوث النهارده متوفره معانا احنا الربع بيننا وبين تاج العز حوالي يعني 10 15 دقيقه نفس المركز اي مشاكل بالنسبه للمحاصيل الزراعيه عامه مش هحدد صنف رز معين تمام. لا المركز موجود تقاوي جديده من انتاج المركز موجوده الاصناف موجوده فيه الاصناف انتاجيه عاليه فتره عمره في الارض قصيره الاستهلاك للميه قصير احنا بنشوف المنطقه اللي هو هيزرع فيها وبنوفر له السمك اللي هو المناسب ليه يعني وزاره الزراعه بتمد هيئه البحوث بالتقاوي بتاعه الرز البسمتي مركز البحوث النهارده بيتدخل في انتاج التقاوي مش وزاره الزراعه تمام يعتبر مركز البحوث المحور الرئيسي لوزاره الزراعه النهارده في الانتاج المركز الفتره ديت قايم واخد على اعتقه انتاج التقاوي تنتج التقاوي وتتغربل في محطات البحوث عندنا محطه البحوث سخا محطه بحوث الجميزه وبتتوزع في منافذ المركز البحوث اي تقاوي عايزينها بس اللي بيتزرع في الوجه البحري خلاف الابلي خلاف المنطقه خلاف اللي هو هيتزرع على منبع الري خلاف اللي هو يتروى من ماء ري فيه يعني نفس التقاوي لكن على حسب التربه وحسب يعني الحوض اللي بتزرع في الارض يختلف على حسب الظروف البيئيه بنوفر له الصنف اللي هيدي لك انتاج عالي عمره قصير استهلاك مائي اليه ايه افضل الظروف البيئيه اللي ممكن تعطي للفلاح نتيجه كويسه في المحصول زياده في المنطقه انا بشوف المنطقه اللي انا فيها يعني احنا النهارده هنا في المنطقه دي ماء مختلط او في ماء نظيف خلاف اللي انا هكون على البهيه التربه بتختلف بناء عليه انا بوفر الصنف وبوصل الصنف اللي يتناسب مع المنطقه اللي هيتزرع فيها جميل جميل فانا عشان اهالينا احنا بنقول الوزاره مهتمه بالمراكز احنا نقعد مع بعض في المراكز الارشاديه في الجمعيات في مركز الشباب نعمل ندوات شوفوا انتوا عايزين ظروف المنطقه عندكم ايه هنقول لكم افضل الاصناف الزراعيه سواء في الشتوي او في الصيف اللي تتزرع عندك ايه سواء بالنسبه للرز او القمح تمام وانا يعني سعيد ان احنا موجودين بكم النهارده ومعاكم ده احنا سعداء بيكم وتحت امركم في اي حاجه انا مدير محطه البحوث تاج العز تحت امركم في اي وقت وبصراحه انا مش عشان موجوده رئيس مجلس المدينه من الشخصيات المحترمه معانا باشمهندس سمر يعني تحولنا معاه نشيطه ربنا يكرمهم يعني احنا مش
هنبخل على اي حد باي مجهود وسعداء اللي احنا بنلبي طلبات اهالينا ان شاء الله. تمام، اشكر حضرتك جدا يا دكتور. اشكر حضرتك يعني. اتفضل يا فندم. احنا عملنا تجربه على الرز البسمتي ده بحيث ناخد منه عروتين في السنه بنفس الموسم. نقطه مهمه عملناها قبل كده ايام ما كنا بنزرع قطن، عملتها في القطن مع دكتور من بيضه هنا في حوض تاج العز، فكان في حوض القاهره زرعنا مشتل للعروه الثانيه. يعني قبل ما تنتهي العروه ديت بشهر بعمل مشتل في قراط ارض عشان العروه الثانيه، بيكون خد فيها 20 40 يوم او 35 يوم، هتكون له ارض فضل وضمنا العروه الاولانيه. بنيجي نفركها ونلوطها ونجهزها ونشتلها، بتتضم مع الرز العادي. انت جربتها على ارض الواقع بالفعل؟ جربناها على الرز. طب مش على الرز، جربتها على القطن. جربتها على القطن، ودي ان شاء الله السنه دي هجربها على الرز. انا اقول لحضرتك ان شاء الله بالنسبه للتجارب الزراعيه او تجارب المحاصيل الزراعيه دي المنوط بيها بالدرجه الاولى مركز البحوث. ماشي. انا الهدف مني للتجارب بتاعتي ان انا بحل مشاكل قايمه سواء في انتاج او في استهلاك مائي، توفير التقاوي، اصناف مش متوفره عندي. انا لما هعمل زياده انتاجيه وتقليل عمر لصنف معين مفيش مشكله، انا بدرس الصنف ده هو من جميع مشاكله، من البذره اللي هتتحط لعند الانتاج. تمام، ماشي. استهلاكه، الامراض اللي هيمر بيها، مقاومته انتاجيه. فالموضوع مش اللي انا هزرع مرتين او ثلاثه المشكله اتحلت، انا بشوف ظروف ايه، العوامل الجويه هتاثر عليه، التغيرات المناخيه النهارده مأثره معايا في المحصول والنمو. نفس الايرو الصيفيه ما اختلفتش. هقول لحضرتك حاجه، هل انا لو زرعت الصنف ده وزرعت بعد منه صنف محصول ثاني ان هو العائد الاقتصادي هيكون اعلى؟ انا ممكن اوفر، مش شرط اللي انا ازرعه، انا ممكن اوفر بعد التركيب المحصولي بعد زراعه محصول معين ازرع ده، اتاخر في وقت معين اعمل مشتل على ما المحصول اللي عندي يخلى. الارض خاليه بعمل بدار، بس البدار النهارده هتاخد لي كميات ميه اكتر. لا بعمله شتا. انا ما بقول لحضرتك انا يعني حسب الظروف. انت النهارده لما بتزرع رز ورا القمح خلاف ورا البرسيم. أيوه. شوف أيوه. طبعا الطبيعه بتاعتي بتعمل ايه، وهناخد في الاعتبار برضو معانا نمو الحشائش والمبيدات وسعرها النهارده. انا ببص للموضوع مش ككل من منظور من نقطه معينه، انا ببص التكلفه. هو الهدف من الرز ده ان هو عشان عمره قصير في الارض وبيديني انتاج كويس، اديني فرصه ان انا ازرع وراه محصول او قبله محصول استفيد منه كفلاح، ان الارض ما تضلش فاضيه. هو في حته اللي انا بنتكلم فيها، انا دلوقتي في المسؤول لما بيوصي بزراعه صنف معين بيكون ملم بالتغيرات المناخيه اللي حواليه. الظروف ده هيت انا ممكن ازرع الصنف وده ما يقاومش الامراض او يصاب بامراض وبنى كده اقتصاد العائد الاقتصادي مع تمام. لكن انا ما بنوصي بصنف معين اللي بيتزرع في الوجه البحري خلاف الوجه اللي معين. طب ممكن تقال يا دكتور لو سمحت معلومه كنا دايما بنسمعها مش عارفه مدى صحتها، ان الارض الزراعيه لما بتكرر فيها المحصول نفس المحصول ده بيهلك الارض، وان هو بيقلل العناصر الغذائيه اللي هي بتمد المحصول لاول مره. طب زي ما بنقول كده بالفلاح خلاص او بالبلدي الارض اتهلكت، محتاجه ان انت تغير المحصول عشان يمتص عناصر ثانيه من التربه. واحنا بنطالب اللي احنا بنرجع لها للدوره الزراعيه التعاقب المحصولي، اللي انا ما ازرعش محاصيل نجيليه ورا بعضها، ما ازرعش محصول بكليه ورا بعضها. المحصول ده اللي انا اقصده في تعاقب في المحاصيل، اختلاف الزرع، اختلاف الزرع من صار من منطقه لمنطقه ومن موسم لموسم. تمام تمام. فبيبقى بحيث اللي انا اعوض العناصر الغذائيه في الاستهلاك بتاعها. تمام تمام. اشكر حضرتك جدا استاذ متولي عبد العال، برحب بحضرتك، حرصك على تواجدك هنا في اول تجربه لزراعه الرز البسمتي داخل محافظه الدقهليه، يعني رساله لكل فلاحين الدقهليه. انا مش بس مهتم بمواضيع معينه داخل مركز ومدينه تمال امديد، لا انا كرئيس مجلس مدينه اهتم بكل الشؤون لكل مواطن داخل المركز اللي انا برأسه. برحب بحضرتك في البدايه. اهلا بيك، برحب بيكم طبعا وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه المورد النبوي. حضرتك طيب. احنا النهارده طبعا هي فكره جديده وحاجه جديده، ودي بتدل على ذكاء الفلاح
او دايما هو عايز الافضل والاحسن. وانا اعتقد طبعا الفلاح المصري من اشطر الفلاحين. انا بحيي برضو اهل الربع ان هي تجربه جديده، وعشان كده احنا كنا برضو حريصين ان احنا نهتم وان احنا كلنا نتضافر مع بعض على اساس نطلع فعلا هي فكره، بس نحاول ناخد الجانب العلمي. معنا الدكتور محمود النهارده، وطبعا معنا الباشمهندس سمر، بحيث ان احنا يعني ممكن تبقى فكره جديده تتعمم تدي خير على الناس نفسها وعلى البلد كلها، على مصر كلها يعني. طبعا اكيد احنا مركز البحوث، واحنا في الفتره الاخيره اكيد بنسمع اصناف كثيره جدا، فكنا حريصين النهارده بالتجربه اللي هم يمكن خدوها فكر من عندهم وسعي من اجتهاد منهم ان هم يبداوا يدوروا على حاجه جديده من نوعها. هي فعلا جديده، ما يمكن احنا ما شفناش اتزرعت، انا لحد علمي ما شفتهاش اتزرعت. انا اول مره اشوف رز البسمات الحقيقه النهارده، فعلا كانت حاجه تستحق ان احنا نكون متواجدين يعني. بس كان لابد يبقى معانا مركز البحوث، وطالما الحمد لله مركز تمي ربنا من عليه ان في مركز بحوث في او محط بحوث في المركز، فديت يعني نعمه من عند ربنا وحاجه مش بعيده علينا، فاحنا شيء طبيعي نطلع بصوره افضل ان شاء الله. هي لفته جميله من حضرتك بوجودك طبعا، بوجود هندسه الري وطبعا البحوث واصحاب الارض وذوي الخبره، ان يكلموا الناس برضو، ده هناخده منهم دلوقتي، ازاي ان انا اقدر استغل المساحه اللي عندي في ان انا ازرع محصول جديد يقدر ان هو يقلل من ان احنا نستورده، ولا والاستيراد كمان ان احنا ويكون موجود عندي محصول احنا ما بنشوفوش غير في المناسبات. هو يعني احنا ست البيت النهارده بنحب كل جديد يعني. فاعتقد برضو معنى ان الاستهلاك، احنا بقينا دلوقتي كشعب بيستهلك النوع ده. ده حقيقي. فمعنى ان احنا كمنتجين نفكر ان احنا ننتج النوع ده فحاجه كويسه، لان في الاول وفي الاخر اللي انا بستورده ان انا اوفره من عندي ده حاجه كويسه. وهو ليه مزايا صحيه كتير على فكره. يعني المزايا الصحيه بقى احنا ان شاء الله باذن الله هيحصل برضو يبقى فيه ندوات ان شاء الله. نحاول برضو يعني الاول احنا بناخد النوعيه ديت ومدى تناسبها مع الجو اللي موجود عندنا، مع التربه، مع استهلاكه للميه، كل الحاجات دي كلها. ومن خلال مركز البحوث اعتقد دي هتبقى بدايه ان هو بيشتغل على النوع ده بحيث ان هو يطلع لنا ايه افضل الوسائل وافضل الاصناف، لان طبعا هو بل ان مش صنف واحد يعني، ده في اصناف كتيره. فاعتقد ان شاء الله باذن الله بوجود الدكتور محمود معانا النهارده ان شاء الله في مركز البحوث هيبقى الفكره ديت يعني هتاخد دراسه اكتر. اكيد. بحيث ان هي ان شاء الله باذن الله لو طلعت بفايده يبقى شيء طبيعي هتزود المساحه المزروعه. هتتعمم، وطبعا لما توفر معانا عمله صعبه فاعتقد حاجه، واعتقد وزاره الزراعه هترحب جدا بحاجه زي كده، وطبعا البحوث وكل المسؤولين. انا بشكر حضرتك جدا. لا احنا هنا عموما في مركز تمي كجهاز تنفيذي كلنا بنعتبر فريق عمل واحد. اكيد. يعني في اي مناسبه في اي حاجه كلنا متضافرين، وده الفكره ودي الهدف اللي احنا وده الجميل شغالين عليه، ان احنا ما حدش بيقول ديت قطاعي وده لا، احنا كلنا في الاول وفي الاخر جايين لخدمه المواطن في مركز تمي. فالمواطن لو له حاجه في الري هتلاقينا كلنا في الري، له حاجه في الزراعه هتلاقينا كلنا مع بعض. فهو ده النجاح كله، بنجاح فريق العمل نفسه، وكل واحد بتتلاشى اختصاصاته. مش عايزين نقول ان احنا شغالين في دول او في جزر منعزله، ولكن احنا كلنا فريق واحد، فريق عمل بنعمل كلنا بنصب في مصلحه المواطن المصري. واحنا طبعا تحت امر اي مواطن في حاجه في حدود امكانياتنا ان شاء الله باذن الله مش هنتاخر، لان هو ده اساس وفكره العمل بتاعنا، ان احنا نكون متواجدين في وسط الناس ونحاول بقدر من الامكان ان احنا نلبي طلباتهم ورغباتهم في حدود الامكانيات المتاحه. وعلى فكره برضو من هنا انا بشكر كل الناس في تمي، احنا الحمد لله من خلال التضافر والتعاون بين الناس وبين الجهاز التنفيذي عملنا حاجات كانت استحاله ان هي تحصل. صحيح. يمكن احنا بنتكلم عن الري، ترعت الشون يمكن شلنا من عليها تراكمات يعني تتعدى 3000 متر مكعب، ودي كانت صعب ان هي تتشال، وحاجه كانت مستحيله، دي كانت بتعوق عمليه التبطين بتاع الترع عشان يوصل الميه، توصل من المنبع لحد النهايات بتاعت الترع. فالنهارده بقت الترع مؤهله ان يحصل فيها تبطين. كل ده ما تمش الا من خلال التعاون اللي احنا بنقول عليه، كان في تعاون مع الري، كان في تعاون مع المواطنين نفسهم. احنا كنا
بنشوف المواطنين كل واحد بيساهم بالمعدات اللي في امكانياته، كان حتى بنلاقي مواطنين واقفين على العمل نفسه. كنا بنتابع معاليك مع على ارض الواقع مع الفلاحين. هي دي فلسفه النجاح او نجاح اي عمل، التضافر والتعاون بينه وبينهم. الحقيقه كان يمكن مش عايزه اذكر مثلا سنه معينه او عهد معين، لكن كان في وقت من الاوقات كان الفلاحين واهالينا هنا بيعانوا من وصول مياه الترع للاراضي اللي في اخر الترعه، كانت بتضطر للاسف ان هي بتشرب يعني او بتسقي اراضيها بمياه تانية، وكان بيأثر على المحصول وعلى صحه المواطن في الاخر. انما النهارده بتضافر كل جهود طبعا المسؤولين في كل القطاعات بينتج لنا بيصب في الاخر في مصلحه المواطن، وده اللي احنا شايفينه على ارض الواقع. الحمد لله شجعنا الفلاح بطريقه هنقول مباشرة أو غير مباشرة إن هو ينتج يستثمر يبقى نموذج حلو الغير يقتدي بيه. هو بيفكر دلوقتي هو بيفكر إزاي إن أنا معلش يعني أشوف صنف مش موجود مع في والناس بتحتاجه، وإن أنا أفكر إزاي نتجه، ودي ودي شطارة أكيد شطارة المصري عموما يعني. أكيد بشكر حضرتك جدا. بنطلب عند حط البحوث، بنطلب عند الدكتور محمود احنا عاوزين بس حسابك بالحوث بتاعتك تقدر تجيب لنا القيمه الغذائيه للرز البسماتي اللي بتستنصب بيه. هل يا ترى في فرق بينه وبين الرز العادي ولا زيه؟ من ناحيه الصحيه، ناحيه نسبه الكوليسترول، نسبه النشا، حاجه التركيبه اللي جوه داخل حبه. شكلك انت دارس وعارف. انت انا بطلب من حضرتك حددوا يوم هنعمل ندوه، هنجي لكم احنا في الروف. شرف جميل. في المكان عادي يشرفونا، عادي في الجمعيه، في مركز الشباب، في الوحده المحليه عندنا قاعه. في اي مكان احنا اي مكان تختاروه في الربع، واحنا هنجي لك البسماتك الرز من الالف للياء ماشي جميع طلباته، التصنيع، الانتاج، التقوي، كل ما يخطر على بالك من حضرتك، المقاومات والتسميد من مرحله الزراعه للحصاد. هتنزل معانا اي محصول زراعي مش الرز بس. ماشي. احنا النهارده القاده السياسيه والمسؤولين كلهم على قدم وساق في مساعده الفلاح البسيط. معلش هتنزل بقى كده. انا بقول حدد اليوم. امسك بقى كده السنبله كده بتاعت الارض. برحب بحضرتك في البدايه، اتعرف متابعي بالجور ميديا بحضرتك. محمد موسى السيد من قريه الربع، مركز سمايل امديد الاهليه، صاحب اول تجربه لزراعه الارز البسمتي هنا داخل محافظه الدقهليه. انا شايفه ما شاء الله شكل الارض يفرح ان شاء الله. كلمني بقى عن الفكره، جت لك منين اصلا ومين اقترح الموضوع عليك؟ والله احنا بفضل الله كنت شغال في السعوديه، وكنا يعني هناك دول الخليج اكثرتهم بياكلوا الرز البسمتي، ويعني شفنا ان هو له فايده كبيره قوي لموضوع السكر والسمنه وكده، وخفيف في الاكل. حاليا في مصر هنا في الافراح والفنادق والحاجات دي، فده شجعك شجعنا ان احنا نزرعه. ليه احنا ما بنزرعهوش؟ فحبينا ان نزرعه، توصلنا ان احنا نجيب التقاوي من اي مكان وبتاع، فلينا في اصناف موجوده فعليا زي ما قال الدكتور ان في اصناف في مركز البحوث في سخا، بس ما عرفناش تجيب من هناك يعني عشان نكون صادقين. تمام. فروحنا جبنا 3 كيلو رز بسمتي من كنا واحد صديقنا شغال في السعوديه وجاب لنا عن طريق باكستان، وجبنا المنتج ده. يعني التقاوي نفسها جايه من باكستان؟ اه يعتبر جايه. طب هو في فرق في التربه، ايه اللي خلاك انت ما قلقتش من حته الاختلاف في التربه والمناخ؟ على مدار 3 سنوات اشتغلنا على زراعه الرز، لان اتكلموا على 3 كيلو. لما وصلنا المرحله ديت ده نتيج 3 سنوات مع حضرتك. فلما اشتغلنا ما شاء الله الارض هنا لو بصيت عليها ناشفه، لو بصيت عليها هنا انت دايس فيها. ما انا عشان كده قلت لحضرتك انزل. اه فعلا يعتبر رز الجفاف، بسمتي الرز الجفاف. يعني انا مثلا كنت برويه من اول مثلا اول يوم في مثلا يوم السبت ينشف بعد يومين، لان ينشف بعد يومين فيقعد اسبوع كامله وهو ناشف مع حضرتك. فما شاء الله يعني لقينا ان هو ما بياخدش ميه كتير مع حضرتك. فبفضل الله اشتغلنا على كده يعني. فزرعنا وقعد حوالي 100 يوم. تمام. مش عايز اتكلم. تمام. بشكركم جدا متابعينا الاعزاء، متابعي بكبر ميديا في كل مكان، واللقاء في التغطيه الجديده.